هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه مستمرة الموجة الحارة، والطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك وصباح الفل والسعادة. يمكن هيئة الأرصاد أشارت إلى تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي أو المونسون، وده اللي مخلي فيه ارتفاع في درجات الحرارة، أو ده اللي يعني سبب الموجة الحارة اللي احنا بنمر بيها مع ارتفاع في نسب الرطوبة. أخبار تفاصيل الجو إيه، والموجة دي مكملة معانا لغاية إمتى؟ بالفعل يمكن احنا نوهنا ان بدأنا من أمس ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وهي ارتفاعات تدريجية لقيم درجات الحرارة كبدايه لموجه شديده الحراره بتاثر على معظم محافظات الجمهوريه. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى في ظل 37 درجه مئويه، لكن طبعا احنا حسيناها لو تكون 40 او اكثر بسبب ارتفاع نسب الرطوبه. طبعا احنا بنتاثر بالفعل، الرطوبه مرتفعه بشكل كبير لان احنا بنتاثر في امتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط، فبالتالي ده بيؤدي لزياده نسب الرطوبه في الجو تتجاوز 90% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، وتتجاوز 80% في القاهره الكبرى. وجود نسب رطوبه مرتفعه بشكل كبير في الجو تخلينا نحس بارتفاع في قيم درجه الحراره، حتى لو ما فيش ارتفاع في قيم درجات الحراره، لكن احنا خلال هذه الموجه عندنا ارتفاع في قيم درجات الحراره مع ارتفاع نسب الرطوبه، وده اللي بيخلينا نقول ان احنا عندنا اجواء شديده الحراره رطبه فتره النهار. الرطوبه في السواحل الشماليه كمان اعلى من طبعا الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط بتكون الاعلى في نسب الرطوبه، لكن الاقل طبعا في قيم درجات الحراره، لكن احنا عندنا اغلب المحافظات فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره. احنا هنلاقي العظمى على الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط من 34 ل 35 درجه مئويه، لكن محسوسا نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه هنضيف على القيم دي حوالي 4 درجات. القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن يكون فيها مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة عن الأمس، عظمى اليوم فترة النهار هتوصل ل 39 درجة مئوية، هنلاقي محسوسة فترة النهار أيضا وده كله في الظل محسوسة هتوصل ل 42 درجة مئوية، محافظات الصعيد طبعا عظمى فترة النهار 44 ل 45 درجة مئوية، لكن محافظات الصعيد هي بتكون الأقل في نسب الرطوبة، عشان كده يعني أجواءهم مع ارتفاع قيم درجات الحراره هنلاقي المحسوسه تقريبا نفس القيمه او اعلى بحوالي درجه الى درجتين، فبالتالي اجواء شديده الحراره رطبه فتره النهار في اغلب المحافظات ما عدا سواحلنا الشماليه اجواءها حاره رطبه فتره النهار. فتره الليل كمان اللي بيكون فيها عظمه الرطوبه اجواء مائله للحراره رطبه فتره الليل في اغلب المحافظات، لان احنا كمان اليوم عندنا بشكل كبير اعتدال وهدوء في سرعات الرياح. طب الحمد لله. لا بس هو هدوء سرعات الرياح يخلينا نحس بزياده نسب الرطوبه، لما بيبقى موجود عندنا نشاط رياح بيقلل احساس نسب الرطوبه بيخلينا نحس بقيم درجات الحراره. الحمد لله على اي حال. يعني الحمد لله. انا كنت عايزه برضو اعرف من حضرتك يعني الموجه الحاره دي مكمله معانا لامتى، وفعلا هل ذروتها هتبقى يعني بنهايه الاسبوع؟ هو طبعا بالفعل ذروه هذه الموجه غدا الخميس والجمعه ان شاء الله، واللي متوقع فيها العظمى على القاهره الكبرى توصل مئويه في ظل فتره النهار، وطبعا محسوسه هنلاقيها 42 43 درجه مئويه. ده هيكون يوم الخميس والجمعه، مع يوم السبت نرجع تاني ل 38 و39 درجه مئويه، وتدريجيا بقى ان شاء الله مع الحد والاثنين تقف قيم درجات الحراره للمعدلات الصيفيه، لكن احنا بنأكد تاني ان احنا استمرار ارتفاع نسب الرطوبه حتى لو قيم درجات الحراره عادت للمعدلات الصيفيه هنفضل حاسين في ارتفاع في قيم درجات الحراره. وكمان احنا كل قيم درجات الحراره اللي بنقولها اذا كان محسوسه او حتى مقاسه في الظل دي كلها قيم درجات الحراره في الظل، لكن تعرضي لاشعه الشمس هيزود احساسه بارتفاع درجات الحراره، خاصه كمان ان من اسباب هذه الموجه ان احنا مع نهايه الاسبوع هنتاثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل بشكل كبير على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وهيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض. فهنا هنفكر كل الساده المواطنين ان احنا لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات الظهيره، وتحديدا من 12 الظهر 4 5 العصر
لان الفتره دي شده اشعاع الشمس عاليه بشكل كبير وبسجل قمه درجه الحراره العظمى. انا لو اضطريت ابقى موجود في الشارع في الوقت ده لازم يكون معايا غطاء رأسي يحميني من اشعه، لازم يكون معايا غطاء رأسي يحميني من اشعه الشمس شمسيه او كير، وعدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله. مهم جدا دايما اغير درجه حراره جسمي باستمرار كل نص او ربع ساعه. نتناول قدر كبير من المرطبات بالسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه في ايدي على مدار اليوم، وحتى لو مش عطشان هشرب ميه. مهم كمان عدم ترك اي مواد قابله للاشتعال داخل السيارات زي الولاعات السريه، البطانات او العربيه تتسكن في الشارع تحت اشعه الشمس. وكمان الملابس بقدر الامكان تكون قطنيه في الصدفه تحت الرجول، لان احنا بنقول حتى لو احنا في الاجواء المعتاده قيم درجات الحراره في الصيف مرتفعه اعلى من المعدلات الصيفيه المعتاده، خاصه بقى احنا في الفتره دي هنا، فناخد احتياطاتنا بقدر الامكان في كافه محافظات الجزيره. يعني نصائح مهمة جدا بنشكر حضرتك عليها يا دكتورة منار. يمكن زملائي جمانة ومصطفى اتكلموا في أول الحلقة عن الموجة الحارة اللي بنمر بيها، وقلت لهم دكتورة منار هتدينا نصائح مهمة جدا بنشكر حضرتك عليها. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة متوقع فيها العظمى تكون 39 والصغرى 28 والعاصمة الإدارية 40 27، الإسكندرية 36 25 والعلمين الجديدة 33 24، مطروح 34 25، دمياط 34 27، بورسعيد 34 27 أيضا، والإسماعيلية 40 26. في السويس العظمى 39 والصغرى 26، وفي العريش 36 26، أما في كاترين فالعظمى 34 والصغرى 19، طهبة 37 27، حلايب 36 30، وشلاتين 41 28، شرم الشيخ 39 29، والغردقة 40 30، الفيوم 39 26، بني سويف 40 26، الوادي الجديد 40 26 أيضا، وأسيوط 41 26، سوهاج 41 27، إنا 42 30، والأقصر 42 29، وأسوان 43 29. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة، تفاصيل الطقس كلها مع بعض النصائح المهمة اللي ريت ناخد بالنا منها. دلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وجمانة ومتابعه فقرات صباح الخير يا مصر. شكرك يا هلا، شكرا جزيلا. كمان نشكر طبعا دكتورة منار قالت لنا فعلا نصائح. ايوه شكرا يا هلا. شكرا.